ملي كتدخل المدرسة عمومية في هوامش المدن ولا في القرى وكتلقى بان ما كاينش قسم اللي فيه اقل من 35 وكيقراو غير الصباح وداك في الاستاذ كيقري في العشيه، المدير بوحدو قبل المدرسه ما عنده تعاون اداري، ما كاينش الحارس، انت تكلمتي على الارقام، كيفاش بغيتي هذاك كيفاش بغيتي تغير؟ كيفاش اين حكمه تدخلها باش هذاك بوحدو يغير الاشياء؟ كاين امثله جميله جدا كتلقاها بعد في الجبال في المغرب، كتلقى مدير داير واحد العمل بوحدو خدام. وانا تلاقيت واحد المدير واحد الفتره قال لي حتى الاساتذه ولاو المدرسين في المدرسه الابتدائيه ولاو دابا راه خدامين مزيان مع التلاميذ ديالهم. شدت اليوم الحل كان جلس معاهم الصباح كندير لهم الفطور في الصباح كنجي نفطروا على حسابي وكنفطروا وكنجلسوا مزيان ولكن ولكن هذه ماشي ناخذوا مثال واحد كيفاش تعمم هذاك المثال. انا قلت ليه واش ما دوزتش مع الاكاديميه تعاود ما تصرفش حتى من جيبك الاكاديميه دير هذاك الهير فطور نفطروا الاساتذه اللي كنعطى النتيجه. وي ليتا ديسبري ولكن ليتا ديسبري هذاك الشيء علاش تحسب لي يوسف ما كاينش هنايا سي عندنا اليوم وصلنا حتى للمنظومه التعليميه ولا المهنه المدرس ما الناس ما كيحتقروه مغاربه بصفه عامه ماشي اللي ناجح في حياته ناجح هو اللي كيمشي للتعليم وهادشي زعما بكل شفافيه وكنقولها لهم والناس عارفين اللي داخلين كاين فيهم اللي عاجبهم المهنه ديالهم ولكن الاغلبيه ما دخلوا للتعليم حتى دوزوا دوطخ كونكور خدموا في مجال اخر ولقاو ولا ما لقاوش بلاصه في حاجه اخرى وعاد جاو للتعليم وهادشي راجع اساسا شنو فين فين حاطين حنا التعليم في المغرب؟ انا كنقول لك الرؤيه ماشي الرؤيه ديال الوزاره ديال القطاع معين وزير الحكومه ديال الدوله اللي كتقول التعليم اولويه سميتو الاجره ديال المعلم انا مع الزياده كبيره في هذيك الاجره. انا ما بغيت اذا بغينا نصلحوا التعليم خاصنا 30% اللي كتجيب لي مونسيون في الباك في التعليم العمومي هي اللي تخلي تولي مدرس وتعطي حل. هذه هي السعاده اللي انا نتكلم عليها اليوم اللي ما عندوش فرصه هو اللي كيمشي للتعليم. الوغ صبر هذا كيبان موفي دو سافي قال لك تعاود لي التكوين المستمر دير مجهود ولكن في هذه الحاله اليوم ما يمكنلكش تطلب واحد اللي ما كانش راغب هو يكون معلم ولا مدرس تطلب منه شي حاجه اللي هي معجزه. دونك خاص هذا خاص عمل وخاص نغيروا هذه الاولويه ديالنا كتعليم وهنا كترجع المساله ديال اللي قلت لك اولويه وفي هاتبان في الميزانيه اللي كتخصص الدوله المغربيه في التعليم وتعتمد على تجارب ناجحه لا من الجمعيات لا من القطاع الخاص وتطبقها في المدارس العموميه وديك الساعه اللي كديرها كتنجح. انا نعطيكم مثال اللي ناجح في المغرب جوج الامثله باش ما نقولوش احنا متفائلين لا بغينا نعلموا شي. اولا داكشي ديال لي باك انترناسيونال شتا في ابي غفاري في يعقوب المنصور في الرباط النهار اللي بدا الباك انترناسيونال ديال 4 سنين ولاو عدد ديال التلاميذ الثانويه ديال القطاع الخاص ولاو كيرجعوا لهذاك ليسي ديكسيلونس ولا الناس كيرجعوا للثانويه خصوصيه عموميه. شكون اللي تشكى المدارس الخصوصيه اللي جانب هذيك المدرسه ولاو كيتشكوا ديتوا لينا الزبناء هي خصها تكلموا المنطقه ديال الزبناء في التعليم المغربي نقاش نجيو عليه على القضيه الخصوصيه. النموذج الثاني هو المدارس الجماعاتيه. لا انا ماشي ضد التعليم الخصوصي هي ما يوصلش لواحد المستوى الادبي رقم واحد. الولايات المتحده اللي هي دوله ليبراليه كما يقول لك انا ماشي ليبراليه التعليم الخصوصي ما كيفوتش 10% 90% ديال التلاميذ في الولايات المتحده الابتدائي والثانوي كيقراو في المدارس العموميه. هذه الولايات المتحده اللي كتامن قطاع خاص خصو يكون كبير شي كله مي جاو التعليم العمومي ركزوا على التعليم العمومي حيت هو اخر المطاف اللي بغيتي تستمر حقيقه فيه غير مربح ماديا مربح مجتمعيا ما يمكنلوش يكون مربح الا بغيتي تستمر حقيقه فيه. ما كتوليش ما تتكلمش على العالي التعليم العالي حاجه اخرى التعليم الابتدائي والثانوي. التجربه الناجحه الثانيه هي المدارس الجماعاتيه اللي بدات في الدوله المغربيه ببطء حقيقي هذا هو اللي كتحسب ليه كتبني شنو المدارس الجماعاتيه فعاود ما يبقاو دوك الاقسام المتفرغه في جامعه باكي كتلقى قسم فيها استاذ بوحده في الجبل كدير مدرسه فيها الداخليه فيها النقل المدرسي الابتدائي فيها المطعم وفيها واحد العدد ديال المدرسين اللي هو كافي وكيخدموا جميع